اسمي فتحية أحمد فرج، عمري 45 سنة. بديت العمل بالتطوع قبل شهر عندما انتشر مرض الكوليرا. عملي كمتطوعة أنني أنزل أنقذ حياة الناس لكي يتنموا، يوعوا، يدروا أن هذا مرض خطير. المرض هذا مرض خبيث قاتل، حتى أنه مر عندنا في البيت لواحد من أبنائي، فحبيت أن أوهب نفسي أنني أتطوع وأحذر الناس من هذا المرض وأتكلم معهم. ننزل كتوعية إلى الشوارع، إلى البيوت، إلى المساجد، يعني يقول يما لازم نتصفى، لازم يتغسل هذا، يعني قراه قراية ونخليه على ما هو. الآن إحنا نمر في الحارات، في المنازل، نستهدف التوعية في كل مكان علشان ما ينتشرش المرض بكثرة. أيوة، ماء وصابون ما يخلاش من بيتكم، والماء يتعقم ويتفور. الرسائل الذي أقوم فيها نوعي من بيت لبيت، أغلب النساء يستقبلنا يا سلام، يعني تفهم ما معنى التوعية وما معنى هذا المرض. ندي لكم توعية عن النظافة لأن المرض منتشر. الأطفال يدخلوا الحمام يتغسلوا، يتنظفوا بالماء والصابون، يعني سلامة على أرواحكم. النظافة، النظافة أهم شيء. غلي الماء، غلي الماء. الكوليركس ما تخلوش من البيت. أنا كاميرا كبيرة فاهمة، يعني ولو شمس، ولو صايمة، ولو تاعبة، أقول والله خلاص أديت ذمتي هذه أنني أنزل أوعي.